معنا الآن إداري فريق أكاديمية نور نعيم. في البداية نمسي عليك ونرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. الله يسعد مساك إن شاء الله يبارك فيك. في البداية كيف يعني شاهدت الشوط الأول والمستويات التي قدمتها هذه الفرقة؟ هل المستوى مقنع أم هناك إرهاق وإجهاد للاعبين؟ لا بأمانة مقنع للآخر، وأتوقع أنه الجميع استمتع بالشوط الأول من الطراز الرفيع. يعني نتيجة تتوقعها في هذا اللقاء؟ ان شاء الله الشوط الاول الحمد لله انتهى نتيجه ومستوى الحمد لله، وان شاء الله نكمل ونتمم ان شاء الله الشوط الثاني نتوج به بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر نعيم اداري فرقه اكاديميه نور على هذا اللقاء، ونتمنى لهذه الفرقه التوفيق في هذا اللقاء. اشكركم واعطيكم العافيه، وقناه موفقه ان شاء الله بامر الله.